دي برضو بوسترات تانية، ههريكي بوسترة تانية عليه عالم ايه ده، عمرو دياب. خد بقى موديلات هدوم. بص كان بيعمل برضو ما كان يلبس الحاجة هي تفضل. بس على فكرة بقى ده نفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه في اول الحلقة، ان هو دايما out of the box. هو دايما بيفكر بشكل مختلف عن الناس اللي يعني ده مثلا ما حدش كان هيفكر يلبس كده ساعتها. حتى لو انت شايفة ده غريب دلوقتي، بس هو كان كل حاجة بيعملها بيطلع موضة وكسر كل الحاجات دي لحد بقى عمرو دياب. القميص اهو موجود برضو. بص القميص ده هو موجود هنا برضو. لا وحياة ربنا القميص بتاع شوقنا ده. لو النبي بص شبهه جدا. اظن ده كان بينزل بقى ساعتها المحلات تجري جري وتقول لك قميص. هو اللي كسر الدنيا ساعتها البلوفر بتاع عمرو دياب لو فاكراها، بتاع تملي معاك. ايوه صح طبعا، ده مالا شارع الشواربي. ولدرجه ان ايه كمان كان في نسخه من ال كان في نسخه من البلوفر اهو صح، كان في نسخه من البلوفر كان بيبقى مكتوب عليها بالعربي في الحته البيضة اللي في النص دي تملي معاك، والناس بتشتريها وتلبسها. وقابلت حتى انا استاذ محمد ثروت واحنا بنصور برنامج الفرنجه، فكان بيحكي لي على الاغنيه بتاعته هو واستاذ هاني شاكر بتاعه ان كان على القلب، اللي هي كان على القلب. وانا زمان كنت فاكرهم هما الاثنين شخص واحد، يعني كانوا شبه بعض جدا في الاغنيه، فعمري ما جمعت ان هما شخصين. ان كان على القلب مالوش غيري، وان كان على الحب مفيش غيري، ان كان على القلب مالوش غيري، وان كان على الحب مفيش غيري، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيري، ده جناح مرفرف في سماكي والقلب اتربى على خيري، بلدي بلدي يا بلدي بلدي.